الكنائس الإثيوبية تحتفل بعيد الصلب والجمعة العظيمة من خلال إقامة صلوات وعبادات. مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه نشرة إخبارية أقدمها لكم مصطفى يونس من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، وإليكم بتفاصيل النشرة. أصدرت اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي بيانا تم فيه تقييم المشاريع الكبيرة في البلاد وتحسن الاقتصاد بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الحالية. وبهذه المناسبة قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا كبيرا ويحقق نجاحات في الآونة الأخيرة. ووفقا لهذا التقييم، رغم أن البلاد تمكنت من تسجيل نمو سريع في الماضي، إلا أن القطاع الاقتصادي واجه تحديات كبيرة خلال الفترات الماضية بسبب نقص الجودة التي كانت المشكلة الرئيسية وطبيعة النمو غير الصحيحة. ووفقا للبيان، نتج عن هذه التحديات انخفاض إنتاجية الاقتصاد. وأثير في البيان ارتباط السياسة بالاقتصاد والدبلوماسية والقضايا الاجتماعية ارتباطا وثيقا. وقال البيان، بعد التغيير وضعت الحكومة أهدافا واضحة للاقتصاد لإفادة المواطنين بشكل عادل ولتحقيق النمو الملموس في حياة كل إثيوبي من خلال إدارة موارد البلد المهدرة بطريقة سليمة وتخفيف الديون. ويقول البيان أن الحكومة بسدد صياغة إصلاحات اقتصادية محلية. يحتفل المسيحيون بعيد الصلب بمختلف الأنشطة الدينية في إثيوبيا، ويتم الاحتفال بالصلوات والعبادات، وعلى وجه الخصوص تحتفل كنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية والكنيسة الكاثوليكية بعيد الصلب بالصوم والصلاة، ويحتفل به اتحاد الكنائس الإنجيلية بمجموعة متنوعة من الاحتفالات، وعلى رأسها تقديم الخدمات الروحية في العديد من الكنائس. ومن المتوقع أن يتم تقديم التوجيه الروحاني لإحياء ذكرى آلام يسوع المسيح من أجل خلاص البشرية حسب التعليم الكنسي. بالإضافة إلى إثيوبيا، يحتفل مسيحيون بهذا العيد في أجزاء أخرى من العالم. وهناك لدى المسيحيين ما يسمى بخميس الأسرار، وهو يوم مقدس لدى المسيحيين يسبق عيد الفصح، كما أن هناك ما يسمى بالجمعة العظيمة حيث يحتفل به كثير من المسيحيين في أنحاء العالم. التقرير التالي ليونس محمد يسلط الضوء على هذا العيد المسيحي. خميس العهد، ويعرف أيضا بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار، وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح، وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه، هذا وفقا للإنجيل الكنسي. وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو، وترك لهم وصيته. ويقوم الكاهن في كثير من الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بغسل أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في هذا اليوم. أيضا في يوم خميس العهد تم القبض على يسوع ليلا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف وفقا للرواية المسيحية. خميس العهد هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام، يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة. Thank you.
يهوذا. بقبلة تسلم ابن الإنسان. أما الجمعة العظيمة وتعرف بعدة أسماء أخرى، منها جمعة الآلام أو جمعة الصلبوت، هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجسة ودفنه، وتعتبر جزءا من الاحتفالات بعيد القيامة، وتكون في يوم الجمعة السابقة له. بدأت صباح اليوم الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات الجمعة العظيمة التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر برئاسة القداسة البابا تيدروس الثاني البابا الإسكندرية. ووصل قداسة البابا تيدروس الثاني للكنيسة الكبرى بالكاتدرائية ليبدأ صلوات اليوم الكبير الذي يعد أحد أهم المناسبات الكنيسة على الإطلاق. شارك في الصلوات عدد من الآباء الأساقف العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة. أطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير رضوان حسين الخميس سفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا على الأوضاع الراهنة في إقليم تيغراي والمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والانتخابات العامة السادسة. وقال السفير رضوان إنه على الرغم من حراز الكثير من التقدم لا سيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أنه لا يزال يتعين التعامل مع بعض التحديات لضمان سلام دائم في إقليم تيغراي، مضيفا أن الحوار الشامل جاري لإعادة الإقلام إلى طبيعته. كما قال السفير رضوان إن الحكومة تحث الأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان على الإسراع في تنفيذ اتفاقهم الخاص بالتحقيق المشترك في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الإقليم لتقديم الجنات أمام العدالة. وحول مفاوضات سد النهضة أطلع السفير رضوان الدبلوماسيين على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توقف المحادثات والتي تعزى إلى مزاعم غير العقلانية لمصر وتحركات السودان. في مقابلة أجرت القناة الجزيرة مع الأكاديمية والباحث السياسي الإثيوبية الدكتورة مكة آدم علي ضمن برنامج الحساد، أوضحت الدكتورة مكة أن ملأ سد النهضة متفق عليه في اتفاقية إعلان المبادئ، أما اتفاقية أخرى لم تكن إثيوبيا فيها طرفا لأنها حرمت الشعب الإثيوبي من استخدام حقه من مياه النيل. مسألة ملء السد أصلا متفق عليها في اتفاقية إعلان المبادئ، أما اتفاقية عام 1995 أثيوبيا لم تكن طرفا في هذه الاتفاقية، فهذه الاتفاقية لا تلزم أثيوبيا بأن توافق عليها، لأن هذه الاتفاقية تحرم شعب أثيوبيا الحالي وتحرم الأجيال القادمة من استعمال أو الاستخدام العادل لمياه النيل. أثيوبيا ترفض أن تدخل عملية تقسيم المياه في مفاوضات سد النهضة، لأن سد النهضة هو لتوليد الطاقة فقط ولا يستهلك المياه، ولذلك لا يمكن إدخال عملية تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة. في مقابلة أجرت قناة الحرة مع السيد ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية،
أوضح السيد ياسين أن موقف السودان تجاه فائدة سد النهضة غير مستقر، وأن وزير المياه السوداني كان يذكر فائدة السد في العام الماضي، ولكن حاليا انقلب موقف السوداني نتيجة التأثير المصري عليها. أعتقد يعني مبادرة الرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك رد عليها الجانب الأثيوبي بالقمة الأفريقية، لأن القمة الثلاثية حقيقة طالما أن السودان بعد أن تحول موقفه من الموقف المحايد، من الموقف الذي كان يخوض معارك يعني معارك السودان، لكن الآن السودان بدأ يخوض معارك غير معارك مصر ضد أثيوبيا، فبالتالي أنا أعتقد القمة الأخيرة. لماذا لا تعتبر بأن السودان يدير معاركه هو سيتأثر من انخفاض منسوب النيل؟ إثيوبيا بشكل أحادي تصر على أنها سترفع هذه البوابة الوسطى من أجل أن تزيد من سعة السد لموسم الفيضان في السنة القادمة. يعني لماذا ينظر إلى السودان وكأنه يجب أن يكون إما مع إثيوبيا أو مع مصر؟ هو مع مصلحته. نعم، السودان مع مصلحته، ولذلك رأينا هذا ليس يعني كلامي حديثة، إنما هذا بشهادة السودانيين، بشهادة المسؤولين السودانيين، الذي يعني السنة الماضية رأينا سنة 2020 وزير الري السوداني السيد ياسر عباس كان يتكلم عن الفوائد، يعدد فوائد سد النهضة، أن فوائد سد النهضة يعني فوائد جمة ستعود بالخير على السودان، ولكن انقلب هذا الموقف نتيجة التأثير المصري على السودان، فبالتالي الآن الرد من أثيوبيا كان رد في غاية الأهمية، لأنه إذا أراد السودان أن يقوم بدور إيجابي وهو المستفيد الأكبر من سد النهضة بعد أثيوبيا، لا بد أن السودان ومصر أيضا الآن تتنازلا على الحصص التاريخية. سنة 1959 هذه الاتفاقية الثنائية أثيوبيا لا تقبلها، أثيوبيا الآن تريد تقول للدولتين تعالوا نتفاوض حول تشغيل السد وتبادل البيانات. أعدت إدارة مدينة أديس أبابا في فندق سكاي لايت يوم الخميس مائدة إفطارية جمعت المسلمين والمسيحيين، وحضر المناسبة كل من رئيس الشؤون الإسلامية بالمجلس الأعلى مفتي حاجي عمر إدريس ورئيس جامعة الثالوث المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية توحد أبونا فيليبوس ورئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية القس صادق وعبدو ونائبة عمدة مدينة أديس أبابا دانة شابيبي وحضور كبير من المسؤولين وأتباع المعتقدات المختلفة. ووفقا لنائبة عمدة المدينة فإن إثيوبيا بلد رائع تتحد فيه روح الأخوة بين جميع أتباع الأديان وتتحد فيه العرقيات واللغات المختلفة، مشيرة إلى أن الإثيوبيين شعب واحد وهذا يجعلنا مثالا للعالم. وبحسب النائبة فإن دور زعماء الأديان مهم في تنمية قيم التسامح والاحترام المتبادل في البلاد. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو رسميا يوم أمس مشروعا لدعم صناعة السينما الإثيوبية، ويساعد المشروع بشكل أساسي في إنشاء هيكل وتنظيم يمكن من تنفيذ سياسة الأفلام الإثيوبية، حيث تم إجراء مناقشات عبر الإنترنت حول المشروع مع أصحاب المصلحة. وستقدم اليونسكو تمويلا للمشروع الذي تم بالفعل التعاقد مع مستشارين محليين وأجانب. وعلى المستوى الوطني تم تشكيل فريق عمل مكون من 12 عضوا من الحكومة والجمعيات المهنية والقطاع الخاص. قدمت سفيرة الجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية إيطاليا السعادة السفيرة دميتو هامبيسا أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا في حفل أقيم في قصر كويرينال بروما إيطاليا. وبهذه المناسبة تبادل سعادة السفير دميتو مع الرئيس سيرجيو وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات طويلة الأمد ومتعددة الأوجه بين البلدين الشقيقين والتي كانت قائمة منذ زمن بعيد.
كما أطلعت السفيرة لميتو الرئيس على الانتخابات المقبلة والنزاعات الحدودية بين إثيوبيا والسودان وعملية تفاوض حول سد النهضة والجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن ومعالجة التحديات الإنسانية في البلاد. ومن جانبه أشار الرئيس سيرجيو إلى أهمية تعزيز العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، معربا أن أمله في أن تنجح إثيوبيا في إصلاحاتها وتتغلب على التحديات التي تواجهها. أعلن البنك التجاري الإثيوبي أنه حقق أرباحاً إجمالية بلغت 13.4 مليار بر خلال الأشهر التسعة الماضية. وقال رئيس البنك التجاري السيد أبي سانو إن البنك حقق دخلاً يزيد عن 55.8 مليار بر في الأرباع الثلاثة الأخيرة من السنة المالية الإثيوبية الحالية. وأضاف أن البنك حقق إنجازات جديرة بالثناء خلال الموازنات العامة وتمكن من زيادة عدد العملاء وتعبية مبلغ ضخم من الودائع في الوقت المذكور. وتابع أن البنك يقوم بتوسيع فروعه ويعمل بقوة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة العالية. مشاهدين الكرام، قبل الختام نذكركم بالعناوين. رئيس الوزراء يقول إن الاقتصاد الوطني يشهد أداء جيدا ويحقق تحسنا ملحوظا. الكنائس الإثيوبية تحتفل بعيد الصلب والجمعة العظيمة من خلال إقامة صلوات وعبادات. مشاهدين الكرام، بهذا نختم هذه النشرة التي قدمناها لكم من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي. إلى اللقاء، عيدكم سعيد.